إذن اختتمت في القاهرة اجتماعات الدورة 30 للجنة العليا الأردنية المصرية المشتركة بالتوقيع على عدد من الاتفاقيات وبروتوكولات التعاون بين البلدين. وأكد رئيس الوزراء بشر الخصاوني أن العلاقات الأردنية المصرية استراتيجية وتاريخية، وهناك تطابق في وجهات النظر والمواقف بين البلدين تجاه مختلف القضايا والتحديات الإقليمية. 154 بروتوكولا واتفاقية ووثيقة تعاون تربط بين الأردن ومصر نتجت عن 29 دورة للجنة العليا الأردنية المصرية المشتركة على مدار 4 عقود، أضيف لها 5 اتفاقيات أخرى خلال هذه الدورة 30 التي جاءت برئاسة رئيسي الوزراء في البلدين بالقاهرة، وضمت عددا كبيرا من الوزراء ومجتمع رجال الأعمال. هناك علاقات حقيقة أخوية متميزة ما بين فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وأخي جلالة الملك المعظم، وبتوجيهاتهم هذه الدورة رقم 30 من أكثر اللجان العربية انعقادا تنعقد بشكل دوري وبشكل مستمر. الرسالة اللي احنا بنوصلها اليوم انه على الرغم من كل الظروف المحيطة، ظروف كورونا، احنا مستمرين في عقد هذه اللجنة اللي من خلال هذه اللجنة دائما نبحث مواضيع في تعزيز مجالات التعاون بين البلدين الشقيقين في كافة المجالات. الاتفاقيات الموقعة خلال هذه الدورة شملت مجالات التعليم العالي والبحث العلمي والحجر الزراعي والشباب والإعلام، بالإضافة لتوقيع مذكرة تفاهم لإنشاء مناطق لوجستية لتخزين الغذاء بين البلدين. فخور جدا النهاردة بتوقيع البروتوكول الخاص بإنشاء منطقة لوجستية على في مصر وفي جمهورية مصر العربية ومنطقة لوجستية في الأردن، سواء يكون فيها بقى مناطق تخزين، سواء يكون فيها صوامع، سواء يكون فيها ثلاجات، سواء يكون فيها مناطق لمواد البناء، هتبقى منطقة لوجستية متعددة الأغراض، وهتبقى البوابة الحقيقية لعمل التعاون المصري الأردني وتقليل الأعباء والتكاليف، وإن شاء الله كافة الاستثمارات دي هتتم عن طريق القطاع الخاص. كما جرى الاتفاق على متابعة نتائج زيارة سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد الأخيرة إلى مصر بتكامل سياحي في منطقة البحر الأحمر، ما يعزز الفائدة ويؤكد عمق العلاقات الاستراتيجية والتاريخية بين البلدين تجاه مختلف القضايا والتحديات الإقليمية. اللجنة العليا الأردنية المصرية المشتركة تعد أكثر اللجان المشتركة انتظاما في الانعقاد منذ إطلاقها في عام 1985، لتسهم بدور كبير في تعزيز العلاقات المشتركة على المستويات كافة بين مصر والأردن. عبد الباسط الهادي، المملكة، القاهرة. وردنا الآن هذا البيان من الديوان الملكي، حيث أصدر الديوان الملكي بيانا رسميا قال فيه إنه تابع تقارير نشرت مؤخرا حول حسابات بنكية لجلالة الملك عبد الله الثاني احتوت معلومات غير دقيقة وقديمة ومضللة، ويتم توظيفها بشكل مغلوط بقصد التشهير بجلالة الملك والأردن وتشويه الحقيقة. والتزاما بمبدأ الشفافية والمكاشفة، فإن الديوان الملكي الهاشمي يوضح التالي: إن الرصيد الإجمالي الذي ذكرته بعض التقارير هو رصيد غير دقيق، حيث ضاعفت تلك التقارير المبالغ من خلال احتساب نفس الأرصدة عدة مرات. إن الجزء الأكبر من الأموال المترصدة في الحسابات نتجت عن عملية بيع طائرة كبيرة من نوع إيرباص 340 بقيمة 212 مليون دولار، والاستعاضة عنها بطائرة جلف ستريم صغيرة وأقل كلفة. وكان جلالة الملك ورث طائرتين عن المغفور له جلالة الملك الحسين طيب الله ثراه، وتم بيعهما واستخدمت قيمتهما في عملية استبدال طائرات أكثر من مرة خلال 20 عاما الماضية. وشمل ذلك بيع طائرة الإيرباص 340 وشراء طائرة الجلف ستريم التي يستخدمها جلالته حاليا. نتج عن استبدال الطائرة الكبيرة بطائرة أصغر توفير مبلغ يستخدم مع الأموال والأصول الخاصة بجلالة الملك عبد الله الثاني لتغطية النفقات الخاصة
الخاصة للعائلة الهاشمية، إضافة إلى تمويل المبادرات الملكية المختلفة خلال السنوات الماضية. إن الحسابات المغلقة المذكورة في التقارير تشمل حسابا أودعت فيه بعض المبالغ التي ورثها جلالة الملك عن المغفور له جلالة الملك الحسين طيب الله ثراه. أما بالنسبة لحساب أبناء جلالة الملك عبد الله الثاني المسجل باسم جلالة الملكة رانيا العبد الله، فقد تم فتح هذا الحساب من الأموال الشخصية لجلالته، وتم وضعه تحت ولاية والدتهم نظرا لكونهم لم يكونوا تجاوزوا السن القانونية وقت فتح ذلك الحساب. إن الأموال والأصول الخاصة بجلالة الملك مستقلة عن خزينة الدولة والأموال العامة، وتدار من قبل الخاصة الملكية، وهي إدارة قائمة في الديوان الملكي الهاشمي منذ أكثر من 70 عاما. ويعيد الديوان الملكي الهاشمي التأكيد على أن المساعدات الخارجية تخضع لتدقيق مهني، إذ يتم توثيق أوجه إنفاقها واستخداماتها بشكل كامل من قبل الحكومة ومن قبل الدول والجهات المانحة بشكل مؤسسي ضمن اتفاقيات تعاون خاضعة لأعلى درجات الرقابة والحوكمة. أي ادعاء يربط الأموال في هذه الحسابات بالمال العام أو المساعدات الخارجية هو افتراء لا أساس له من الصحة، ومحاولة للتشهير وتشويه الحقيقة، واستهداف لجلالة الملك وسمعة الأردن ومكانته بشكل ممنهج ومستمر منذ أن صدرت تقارير مماثلة تم نشرها العام الماضي، تناولت أيضا تسريبات تعود إلى فترات سابقة. بالعودة إلى زيارة رئيس الوزراء إلى القاهرة، ينضم إلينا نائب رئيس الوزراء الأسبق الدكتور جواد العناني. دكتور مساء الخير، أهلا وسهلا بك معنا في السادسة. دكتور، هذه الزيارة إلى القاهرة على هذا المستوى وتكررت أيضا على مستويات الوزراء، ما هي الفوائد التي ينتظرها الأردنيون، الفوائد الاقتصادية من هذه الزيارة ومن هذه الاتفاقيات مع الجانب المصري؟ أعتقد أن تجربة مصر في السنتين الأخيرتين كانت تجربة متميزة، وأن مصر الحقيقة استطاعت أن تحقق معدلات نمو مرتفعة تعتبر الأعلى في الوطن العربي، ولذلك أعتقد أن التجربة المصرية الآن، نحن نتحدث عن دولة أصبح لها يعني كيان اقتصادي واضح، فيها معدلات نمو محترمة، واضح جدا أن كثيرا من دول العالم تؤمن بالاستثمار في مصر. مصر الحقيقة قطعت شوطا كبيرا في هذا الإطار، ولذلك فإن الأردن بتعاونه مع شقيق مصر في الحقيقة أولا يعزز العلاقات السياسية، والأردن بحاجة أن دائما أن يحافظ وأن يكون له ظهير عربي قوي. والنقطة الثانية هو أن مصر الآن حجم التبادل التجاري يزداد ويرتفع، يعني في سنة 2021 وصل حوالي 800 مليون دولار، علما أنه قبل هالفترة كان فقط 400 مليون دولار، لذلك في هنالك قفزات حقيقية. الصادرات الأردنية إلى مصر ارتفعت قليلا، وإن كان الميزان التجاري ما يزال إلى حد كبير لصالح الشقيقة مصر. كذلك أعتقد بأن الفرص التي تحدثوا عنها فرصتان مهمتان جدا أود أن ألفت النظر إليهما. الفرصة الأولى هي المناطق اللوجستية، خاصة أن جلالة الملك كان يتحدث كثيرا عن ضرورة الأمن الغذائي وتحقيق الأمن الغذائي، ولذلك بناء المراكز اللوجستية للتخزين والشحن وتأمين المواد الغذائية الكافية لكلا البلدين ومنهما إلى باقي الدول العربية، هذا أمر مهم وجيد جدا. والنقطة الثانية المهمة جدا وأراها أهم شيء حصل فيها هو الإشارة إلى ما قام به سمو ولي العهد سابقا من الحديث عن التعاون منطقة البحر الأحمر، وأنا أعتقد أنه هذه مقدمة أيضا للتعاون أيضا مع دول عربية أخرى مثل المملكة العربية السعودية. وثانيا لابد أن نعود نحن المطلون على البحر الأحمر لإعادة إحياء هذا البحر كمشروع
متميز يعيد له أيضا غروبته، لأنه من غير المعقول أنه معظم الدول التي تقع على البحر الأحمر هي دول عربية، فيها في نهاية البحر الأحمر في عندك مضيق باب المندب، بعدين في عندك قناة السويس في الطرف الآخر، ممرات مائية مهمة جدا، مضائق تيران، كل هذه أنا بعتقد من ناحية أمنية من ناحية اقتصادية ضروري جدا أن يتحقق هذا التعاون، ومصر طبعا تشكل إطارا مهما في هذا المجال، فلذلك ومجالات التعاون الاقتصادي قوية جدا في هذه المنطقة. لذلك نعم. أرى بأنه يعني هذا تقدم واضح خاصة في هذين الملفين. نعم دكتور، يعني إلى جانب التعاون الاقتصادي تعاون أمني كما ذكرت، وأيضا شبه تطابق في المواقف السياسية ما بين الأردن ومصر. نعم دكتور، هل تسمعني؟ سامعك. نعم تفضل. نعم دكتور، يعني تحدثنا عن الجانب الاقتصادي، إذا ما تحدثنا عن الجانب السياسي، الأردن ومصر تقريبا يتطابقان في الرؤى السياسية لما يتعلق بالمنطقة وما يتعلق حتى في العالم، وأيضا بالإشارة إلى ما تحدث به رئيس الوزراء وحذر من قوى الشر المؤدلجة بالسوداوية. نعم، أعتقد أن الموضوع السياسي بأبعاده المختلفة، سواء كنا نحكي عن البعد العسكري أو البعد الأمني البعد الاستراتيجي، كنا نتحدث أيضا على التطابق في المواقف السياسية، أعتقد لا يوجد خلافات بين الأردن ومصر حاليا في المواقف السياسية على الإطلاق، يعني نحن نؤمن بأنه لابد من حل الدولتين في فلسطين، كلا البلدين يعمل على مثلا احتواء مشكلة سد النهضة، الأردن يدعم الموقف المصري في هذا المجال، قضية كما ذكرنا البحر الأحمر وضرورة أن يكون منطقة يعني مواعدة للوطن العربي بالذات، كذلك يعني التعاون فيها، ذكرنا أنه محاربة الإرهاب بجميع أنواعه والظلام، كلها أمور أكد عليها جلالة الملك في زياراته المختلفة، استخدامات تعرض البلدين بما يسمى الجريمة المنظمة دوليا والتي تقوم بها المؤسسات الظلامية، فلذلك أعتقد بأن مجالات التعاون في مجال الأمن ومجال الأمن السبراني، الأمن العسكري، الأمن الداخلي لكل دولة، هذا أمر ضروري جدا جدا. نعم، يعني ذكرنا ما هي الجوانب التي يمكن للاقتصاد الأردني أن يستفيد منها من الجانب المصري، الخبرة، طريقة التعامل والإدارة التي تحدثت عنها بداية، إلى جانب أمور أخرى، إذا ما نظرنا الأمر من وجهة النظر الأخرى، ماذا سوف يستفيد الاقتصاد المصري من هذه الاتفاقيات مع الأردن؟ الحقيقة الاقتصاد المصري يعني يستفيد تماما من العلاقة مع الأردن كما سبق وقلت، لأن أحسن طريقة لحساب هذه هي قياس عدد فرص العمل التي تتيحها العلاقات الاقتصادية الأردنية مع مصر بتوفير فرص عمل للأشقاء في مصر، يعني هنالك حوالي 800-900 ألف عامل من مصر الشقيقة يعملون في الأردن، كذلك العجز التجاري اللي هو في حدود 450 مليون دولار لصالح مصر، هذا لو ترجمته إلى فرص عمل على الأقل بيعطيك 40-50 ألف فرصة عمل، كذلك إذا نظرت إلى الاستثمارات الأردنية موجودة في مصر في الوقت الحاضر أيضا هذه توفر في حدود مش أقل من 100 ألف فرصة عمل، لذلك أنا بعتقد إنه الاقتصاد الأردني له يعني يعود بالنفع أيضا على الاقتصاد المصري بغض النظر عن فرق الحجم بين البلدين، ولكن كلاهما يستفيد من الآخر، وأنا الأوان أنه الأردن يبحث له عن وسائل يستفيد أكثر من مما يجري في مصر، وكما ذكرت اللوجستيات، البحر الأحمر، أنابيب مشروع الغاز، المد الكهربائي في المستقبل، كل هذه، التعاون مع العراق طبعا بشكل أخوي ولصق، تعطي الأردن فرص لكي يستفيد أيضا مثل ما تستفيد مصر من علاقاتها مع الأردن.
نعم، التعاون مع العراق والملف الثلاثي الأردني المصري العراقي، هل برأيك سوف يتأخر قليلا إنضاج هذا الملف الثلاثي؟ أعتقد بأن الظروف الدولية الآن في الوقت الحاضر ربما يجب أن بالعكس خلينا نفكر أن نكون جاهزين لهذا الملف. السبب هو أنه واضح جدا أنه في هناك احتماليات الوصول إلى اتفاق نووي صارت أقرب الآن مما كانت عليه في السابق. والأمر الثاني يعني زيارة الرئيس الإيراني حاليا لدولة قطر والحديث عن احتمالات مستقبل التعاون مع منطقة الخليج وغيرها، هذه كلها تعطي مؤشرات على أنه العراق وسوريا سيصبحان عندهما حتى لبنان في المستقبل يعني سيكون في هنالك آلية للتفاهم في التعاون مع هذه الدول العربية التي كانت تربطها بالأردن أيضا علاقات قوية جدا. فلذلك أنا أعتقد أن الأردن يجب أن يعيد دراسة السيناريوهات المختلفة في التعاون مع العراق ومع سوريا ومع لبنان على هذا الأساس، وعلى أساس أنه في هنالك صار احتمالية عالية لأنه الأمور مع إيران تعود إلى الهدوء وأنه يمكن المنطقة تشهد في السنوات القادمة استعداد في الأشهر القادمة استعدادا لعودة العلاقات إلى ما كانت عليه قبل كل هذه الأزمة. نائب رئيس الوزراء الأسبق الدكتور جواد العناني، شكرا جزيلا لك.